تركنا ما صحصت الأرض ما فيها مدارس ما بنضرب تحميل ولا خلط حملنا كل شيء ننزل غراب بيتنا بنحط خيمة يوام نحط غرابنا ونخرج لا حرامات ولا لباسنا كل شيء ما لكن نحن بنعيش ما عندي حرام عم ننام بالشارع تحت ما عندي كل واحد على خط غرابنا ما تبني بالطعم بكيحة عندي وعندي ما عندي يا سيدي في سوريا نحن في بلدنا وهذا واجبنا للشعب الجزائري وللرئيس الجزائري ولكل الجزائري وللشعب الجزائري وقت شقيق لوقوفه معنا في هذه اللحظة بدنا نهدي يعني الستريس والضغط والكذا ما بيسوي شيء بده واحد يحكم العقل ويحكم الجهل الله يعطيكم العافية ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله يعني التآلف بين الناس هذا عزائنا هاي مصيبة من رب العالمين ما حدا كل الناس كانت نايمة فقط على كارثة بدها صبر والله يحميكم والحمد لله على السلامة والله يبارك بكل جهد حير بينصف من أي مواطن لمؤازرة أهله في هذه المنطقة.